عادل شادي، واحد من أصغر المشجعين الرياضيين اليمنيين اللي بيملكوا ثقافة رياضية رغم صغر سنهم. في الأخير تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، إلى اللقاء. من نجم منتخب اليمن الناشئين؟ عادل عباس. ومن هو نجم المان سيتي؟ هيرلينغ هالاند. ومن مدافع باريس سان جيرمان؟ مدافع باريس سان جيرمان كيمبابي. والمهاجم؟ المهاجم امبابي. من هو هداف برشلونه اللي كان في بروسيا دورتموند وبعدين راح لبايرن ميونخ؟ ليفاندوفسكي. بعد من بنزيما راح؟ بنزيما راح الاتحاد. كيف هدف الهدف الأخير حقه؟ الهدف الأخير بالركبة. كيف؟ بالركبة.